من الاصابات التانية اللي بتبقى برضو ريليتد للاوفر يوز، ودي بنشوفها في اللعيبه اللي بيبقى عندهم تمارين كتيره، يعني يتمرنوا مرتين ثلاثه في اليوم كل يوم في الاسبوع، حاجه اسمها شين سبلينتس، ودي بتبقى اوجاع اطفال كتير بشوفهم في العياده بيجوا الاولياء الامور والاهالي مش عارفين المشكله في ايه، ودي بتكون اوجاع حوالين العضله بتاعه العظمه بتاعه الساق، والاوجاع دي بتكون جنب العضله بين العضله والعظمه، ودي بتبقى ليها علاقه بانه العضله ما بتاخدش وقت كافي انها ترتاح، فبيتجمع في لاكتيك اسيد في المنطقه دي وبيعمل الاوجاع، والغريب انه مع الوقت ومع تكمله الرياضه بتلاقي الاوجاع دي بتروح، بتلاقي الوجع بيبدا مع الرياضه لانه اللاكتيك اسيد اتجمع بسرعه، وبعدين مع مرور الوقت يعني بعد ساعة وشوية تلاقي الأوجاع دي راحت. دي أوجاع بسيطة ومفيش منها خوف، وكل اللي نقدر نعمله إن احنا نريح الرجل شوية لو الأوجاع شديدة ونكمل بعد كده رياضة. العلاج للإصابات الملاعب in general بيكون يعني المين ستاي بتاعه العلاج الطبيعي، زي ما قلنا الرايس اللي في الاول، وبعدين العلاج الطبيعي عشان اعمل ريهابيليتيشن واقدر ان انا ارجع اللاعب للمستوى اللي هو يقدر يرجع فيه للطبيعي بتاعه. في طبعا مواقف معينه زي ما قلنا على الكسور، او قلنا على القطع بتاع الاربطه او قطع العضلات، ان احنا محتاجين نعمل عمليات، ودي بتختلف العمليات ممكن نتكلم عنها في وقت تاني.